مرحبا بمشاهدينا الكرام على قناة الشعب قناة شوف تي في في هذا البث المباشر مباشرة معكم من السيد الطيبي بعد الفيديو القنبلة ديال تلقي رئيس جماعة السيد الطيبي ونائبه يعني الرشوة في هذا الفيديو في سيارة ديال أحد الأشخاص اللي هاجر بحكم يعني بزاف الأمور هاجر مشى للطاليان وخلاح ذاك الفيديوهات القنبلة كيتلقاو رشوة. اليوم مشاهدينا الكرام على قناة الشعب وحصريا تم اعتقال رئيس الجماعة وأيضا نائب ديالو وراهم الآن كاينين في سجن العواد في مدينة القنيطرة. مشاهدينا الكرام على قناة الشعب قناة شوف تي في معنا أحد المتضررين من ساكنة سي الطيبي خرج يوضح أشنو واقع هو براسو مش قال لك مشات لي أرضه ومشات ليه الاستفاده ديالو يعني واحد الحاله خطيره جدا غادي يوضح لنا. اول متضرر بان بعد اعتقال الرئيس ونائبه ها هو. السلام عليكم. اسمه الصيفة اشرف. مجاهد عبد السلام. معكم مجاهد عبد السلام من مدينه سي الطيبي. انا ساكن مقيم سي الطيبي. هاد الناس هادو سكنت انا في 2012 خديت الصندوق اسيدي انا وجاري الصندوق جاري خدا صندوق وانا خديت الصندوق. يعني براكة صنادق لحدة دوزت واحد مدة شي عام وانايا فيه تنفاجأ سيديني جاو تيريبو حدايا شي صنادق مشيت لعندهم قلت لهم اودي كيفاش هاد الشي هذا قال لي الرئيس السابق الرئيس هذا اللي تشد هذا اللي تشدنيت هذيك الساعة كان رئيس قال لي عرفت اش غادي دير سير شوف مع صحاب العمران انا ما ديت ما جد قلت انا ما عديتش مشي اصحاب العمران انا نمشي نعس مع راسي جيت اسيدي نعس مع راسي مشيت لعند العميل ما خليت مشيت لعند العميل العميل تيصيفط لهم لهنايا تيقولوا له اودي هذاك راه محسي عندنا غير صندوق واحد ماشي جوج صنادق محسي عاد ملي تنجي لعندهم لهنا تيجريو عليا لا الباشا ولا القايد ولا حتى واحد ما دار معايا شي حل اللجنه كامله تندخل عندها ما تيديروا معايا شي حل في الاخر تنتفاجئ اسيدي داروا لينا بقعة وحدة أنا وجاري عطاوها لينا والأخرى داوها لينا وهاد السي الطيبي هذا باغيني ياكلوه عين تبين باغيني يديو الرزق ديال اليتامى وديال المسكين وديال الدرويش عين تبين واللي دخل لهاد البلاد هادي تيبغينها هذيك البقيعات هما اللي عندك هما اللي عندي ما عندي لا لا عندي لا من قدم ولا من أخر أنا هذيك البقيعة شريتها تسلفت وتكلحت وكذا وشريتها ما جاش قال لك دور معنا ولا شيء جيت شريتها راه بالسبب ملي قال لي سير عند فلان تفاهم معاه راه بحال قال لي سير دور معاه قال لك سير عند فلان سير عند فلان دور سير عند فلان تفاهم معاه فلان قال له العام قال له شوف معاه هذا ملي ما أنا ما ديت ما جيت شيء في الأخر حيدوا لينا وحدة وداوا لينا وحدة مشات لك البقيعة ديالك مشات لينا بقعة مشات لينا بقعة حنا بجوج وردونا حنا بجوج بقعة وهاد الناس هادو سامحين في سي الطيبي باغيين ياكلوا عين تبين ما باغيين يزيدوا به القدام الا وذا الحار مزيانين لا طرقان مزيانين لا طريطوار مزيان لا حتى شي حاجه ولا اله الا الله في هاد البلاد رزق الوليدات هو هذاك البقيعه مشات هو هذاك البقيعه قرب عندنا الشعب رزق الوليدات اللي عندي هو هذيك البقيعه اللي نزيد جاري شاري صندوق انا شريت حداه صندوق في الاخر جاو جمعونا بصندوق واحد عطاونا بقعة وحدة وحدة داوها لينا باعوها مع راسهم وما عرفتش شنو داروا بزاف وفاش شتي ذاك الفيديو القنبلة باش حسيتي؟ حسيت بالفرحة واحد المطمئن حيت أنا قلبي محروق وبرد قلبي شي شوية فهمت برد أنا ما كذبتش عليك ملي شفت هذا الفيديو هذا أنا تنأكد وتنعاود نأكد ملي شفت هذا الفيديو برد قلبي شي شوية شتي وفاش اعتقل وأنت شفت الدموع في عينيك راه ملي دير كرزق ولادك ورزقك راه ماشي غير راه ماشي غير راه حماق وفاش تعتقلوا ملي تعتقلوا انا جاتني واحد الفرحه في قلبي ما كذبتش عليك انا تابع حاليا فرحان في قلبي حيت ان هذاك الشيء اللي داروا فيا شي شويه رد ليا النفس شي شويه رد ليا الغلغله ديال اللي داوها ليا شنو تقول الناس اللي كيصوتوا عليهم وما كيأديش الدور ديالهم الحقيقي. تنقول هاد الناس الله يهديهم لكن انتوا تتبعوا على الماده وداك الشيء وتصوتوا على واحد اخر راه لا شيء. الا غيوكلك نهار ولا يومين وغدا غيقلب عليك الفيستا راه مالا لا شيء. بنادم يشوف اللي غيخدم اي واحد مواطن اللي غادي يصوت على شي واحد حتى يشوفه صالح.
معنى الكلمه عاد يصوت عليه، ما الا كان غدا يقلب عليك الفيستا بلا ما تصوت عليه، راه غيوكلك نهار يومين ثلاث ايام ربع ايام شهر كاع وغيقلب عليك الفيستا. السلام عليكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، من امام جماعه ديال سي الطيبي الفيديو القنبله راه تعتقلوا الرئيس والنائب ديالو. بكل صدق مشاهدينا الكرام، الحمد لله على اننا عندنا قضاء نزيه، الحمد لله على ان عندنا قضاء نزيه وقضاء شفاف. اجي اخويا بغيت تقول شي حاجه، انت حسيت بك بغيت تقول شي حاجه، اجي تفضل 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 اخويا اجي. مرحبا، قدم لنا الراس ديالك. ابراهيم بخوش، فاعل سياسي ابن المنطقه، من الشباب الذين عانوا سنوات وانتظر الحلم وانتظر المدينه الموعوده التي ارادها لنا عاهل البلاد حفظه الله جلاله الملك محمد السادس. شوفنا حفظه الله، اراد لنا مدينه نموذجيه. جماعه سيدي الطيبي حفظه الله جلاله الملك جاء في 2005 وبغى لهاد الساكنه ديال هاد المنطقه، بغى لها العيش الكريم ومرافق عموميه. وقعت اتفاقيه امام انظار جلاله الملك حفظه الله، وكان من المنتظر ان ينتهي مشروع اعاده الهيكله في 2015 بناء على الوعود التي تم التوقيع عليها امام انظار جلاله الملك حفظه الله، الى انه مع كامل الاسف ونحن اليوم في 2022 تعاقبت مجالس، تعاقب مسؤولي طيله هذه المده هذه، الى ان المفاجاه هي كالتالي: فشل مشروع ملكي. وهذا الشيء ما يمكنش ان نسكتوا عليه اليوم غدا اليوم غدا، وما سكتناش عليه بالمناسبه، الى انه كما يعلم الجميع باش الاخوان حيث التزمت شخصيا التزمت صمت لاخلاقيه العمل السياسي، وحتى لا يقال اننا نؤثر او شيء من هذا القبيل على بالقرارات وبالتصرفات السياسيه على القضاء، التزمنا الصمت. سمعنا بهذه الفضيحة بما يكفي، واللي أصبحنا معروفين ولا كود ديال الجماعة ديال سيدي الطيبي هي 555. هذا الرقم هو الرقم الفضيحة اللي أساء الصورة ديال جماعتنا. هذه الجماعة هي جماعة ديال سيدي الطيبي التي لا تبعد عن مدينة القنيطرة إلا ببضع كيلومترات، وعن عاصمة المملكة المغربية إلا ببضع كيلومترات. أين توسط نحن مدينة الوسط التي تجمع بين القنيطرة وعاصمة المملكة المغربية. جلالة الملك جاء قال لهم عطيو لهاد الناس فين يسكنوا وجهزوا لهم البقاعي المرافق الصحية إلى ما غير ذلك. مع كامل الأسف مشروع إعادة الهيكلة ما درت فيه حتى 50% في الوقت اللي كان من المنتظر أن ينتهي. أنتم ما كتعرفوا مشروع مالك وقعت فيه اختلاسات. هادشي خاطئ اللي تتقول. انا اقول ببناء ان هادشي ماشي كلام قالوه عبد ربي ابراهيم باخوش. نعم. وانا بالمناسبه عضو في اللجنه المحليه المبادره الوطنيه التمشيه داخل المجلس لولايه 2015-2021. اجي نتكلم على هادشي. مشروع اعاده الهيكله وقع فيه اختلاسات بناء، وسازودكم به بالمناسبه، تقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات أكد على وقوع اختلاسات في الجماعة ديال سيدي الطيبي، خصوصا وأعطى مثالا فظيع، خصوصا القطاع التسعود، ما يعرف بالقطاع التسعود اللي هو هذا احنا واقفين حداه. في الوثائق من حيث أرض الواقع كاينة، من حيث أرض الواقع كاينة مع كامل الأسف 18 قطار، ومن حيث الوثائق 26 قطار. شحال ديال الفرق؟ 8 ديال الهكتارات، 8 ديال القطار. هذا تزوير لمحاضر رسميه باش تكون شي حاجه كتعود عليها، من حيث الواقع شيء ومن حيث الوثائق شيء اخر. هذا راه مال عام ماشي لعب، هذا راه مشروع ملكي ماشي لعب. هذا الشيء هذا تكلمنا فيه وعاود تكلمنا فيه، وجات اللجنه ديال تقص الحقائق وجا المجلس الجهوي للحسابات وفضح هادشي، والمجلس السابق لولاية
لولاية مجلين أمانة لولاية 2015-2021 أحال هذا الملف في دورة استثنائية. هذا الملف وهذا التقرير من مجلس أعلى الحسابات عرضوا على المجلس برمته، وصوت أعضاء المجلس إبان تلك اللحظة إبان 2015-2021 صوتوا أغلبية ومعارضة على إحالة هذا الملف الذي هو المتهم فيه هو محمد قني اللي هو الرئيس ديال هذه الولاية هذه، واللي كان هو رئيس لولاية 2009-2015. هذا من جانب هذا الشيء، وقد فتح فيه تحقيق وأحيل الملف على القضاء، وتم بعد ما انتهى من التحقيق عند قاضي التحقيق أحيل على محكمة جرائم الأموال. والتهمة ما هي؟ هي تبديد أموال عمومية وتزوير محاضر رسمية. هذا يؤكد على أنه شي حاجة ما ركبش في الجامعة ديال سيدي الطيبين، مشروع لإعادة الهيكلة ما مشاش. وهذا الشيء التداعيات ديالو شنو هي؟ هي أنني أنا كشاب الذي كنت أعاني من أجل التنقل من جماعة سيدي الطيبي إلى مدينة القنيطرة من أجل الدراسة، كانت معاناة ديال النقل، لا زال الوضع كما هو عليه رغم أنه دارت ثانوية ديال الأنوار وغير كافية. هذا من جهة. من جهة أخرى نتفاجأ بالفضيحة عنوانها 555 أصبح عنوان يسيء لنا كأبناء وبنات المنطقة، أصبح يتهكمون علينا بهذا الرقم، أصبحنا أضحوكة 555، وهذه إساءة وسب لنا كأبناء جماعة سيدي الطيبي، وسب لأزيد من 80,000 نسمة. وممن صادر هذا؟ ممن يفترض فيهم السعي إلى تحسين الصورة ديال الفعل السياسي والعمل السياسي وحسن تمثيل الساكنة اللي صوتت عليهم. بمعنى أستاذ أنه كان هناك يعني مشروع ملكي لإعادة هيكلة ديال السيد الطيبي، ومازال نعم، وكفي أنه عنده قضية في جرائم الأموال، عنده ملف في جرائم الأموال اللي كانت وزاد سني هذه أستاذي. من المفروض اليوم عنده جلسة في محكمة جرائم الأموال اليوم كان من اليوم كان خصو يحضر. وهذا الشيء عندي فيه لأنني نظرا لإلمامي بالفعل السياسي وإلمامي بالمجال الإعلامي كذلك، وتابع ما يقع في دوالي بجماعتي باعتباري من واحد الشباب اللي تكرسوا في هذه الجماعة وبغينا نقدموا إضافة لهذه الجماعة. ونعطيك مثال، لما كنت عضو في اللجنة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية درنا ملاعب ديال القرب اليوم، واحد الملعب راه تعرض للاعتراء، وقلنا لهم عباد الله صلحوا هذاك التيران. المفاجأة في الدورة ديال المجلس كانت تفاجأ بها شنو هي؟ هي أنه 8 مليون كانت مخصصة، هذه من بين الأرقام والفضائح، 8 ديال المليون جابوها لنا قال لك حقا وما حقا في إطار الدعم للجمعيات. لما سولنا الجمعيات قلنا لهم واش وصلتكم شي 8 مليون؟ قالوا كلا. لما أثارت فرق المعارضة داخل المجلس تكلم شي واحد قال لك لا، ديك 8 مليون راه ما عطيناهاش دعم، راه ما حولناها درناها مشتريات في المجال الرياضي، شرينا لي توني. وانا خرجت قلت لهم واش هاد لي توني 8 ديال المليون شريتوها تونيات ودرتو بها انشطه رياضيه، واش هاد التونيات هما اللي غيلعب بهم الكاليتي ديال غيلعب بهم المنتخب في المونديال 8 مليون؟ قالوا لنا عاوتاني 20 مليون صرفوها في الضو في الاناره العموميه. وهاد اللحظه اللي كنتكلم معاك ها هو الشارع الطريق الوطنية، دور للمشاهدين يشوفوا الحالة اللي فيها الطريق الوطنية، اللي أبناء وبنات هذه الجماعة هذه كيموتوا في هذه الطرقان والحوادث كتوقع في الوقت، والأزقة والدروب ديال الجماعة كلها بالدواوير ديالها مظلمة تعيش في ظلام دامس. وهذا خليني الله يخليك، وهذا نتكلم بحرقة مادام جاتني المناسبة، وهذا يؤدي إلى انتشار الجريمة، وهذا يساهم في انقطاع ابنائنا وبناتنا على الدراسه. وواحد المجموعه من السلوكيين، واحد المجموعه من الشباب اليوم هازين الاسر ديالهم والبنات خدامين في المنطقه الصناعيه ما كيقدرش يخرجوا بالليل مع الثلاثه، راك عارف لي شيفت ديال شركه الكابلاج والظلام حيت الكريساج. وهذا الشيء ملي كنتكلموا على الكريساج مجهودات ديال الدرك الملكي. حباس 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 سمعنا حنايا نهار جينا نهار السبت ما شاء الله دارت هذه الضجه وهذا الفيديو خرج
كاينش في سي الطيبي. مزيان ملي تكلمتي في هذا الشيء، وانا غنبني دائما يؤطرني في الفعل السياسي وفي ممارستي تؤطرني خطابات جلاله الملك حفظه الله في افتتاح الدوره التشريعيه. جلاله الملك من نقط ناقوس الخطر اللي دقها جلاله الملك في الخطاب ديالو شنو هما؟ جوج نقط، هو تسهيل مساطر الاستثمار والحفاظ على الندره المائيه. نحن اليوم في جامعه سيدي الطيبي، وهذا رقم بالنسبه لنا مهم، نفتخر اننا واحد الجامعه اللي فيها فرشه مائيه تنتج المياه، ولكن هذه الندره، هذه الفرشه المائيه وهذه الثروه اكثر من البتروليوم الماء مهدد، لانه المرافق الصحيه ما كايناش. لطوالت عباد الله دايرين حفاري نتيجه التعثر ديال مشروع اعاده الهيكله، وهذاك الشيء كيأثر على الماء وكيتشرب. راكم كتعرفوا شنو كيوقع. سيدنا جاب لهم مشروع وما ابليكاوش. هذا مشروع ملكي، وهذا الشيء اليوم كنزيدوا كنطالبوا تسريع مشروع اعاده الهيكله، لانه سيدي الطيبي خزان ديال الماء. وهذا الشيء باش نمشيو مع التوجهات جلاله الملك. كنتكلموا على الاستثمار، اليوم عندنا المنطقه الصناعيه بلاد الدندون مسدوده باسم الاستثمار. اليوم بغينا تفتتح ما يعرف بالمنطقه ديال الزمراني، المنطقه الصناعيه كاينه ارض تما، خصنا نسهلوا المساطر للمستثمرين باش يجيو. ولكن حنا بغينا نسهلوا المساطر للمستثمرين باش يجيو، باش عندك الظلام. كيفاش بغيتوا اليوم نسوقوا البقاع مؤسسه العمران انها باش اللي مهمتها اعاده الهيكله وتسوق البقاع، وانت ما كديرش اليه التحفيز، يجيو الناس يلقاو طرقان مشطبين، حنا الزبل مشتت عندنا في الجماعه، الظلام. اي واحد غيجي سيدي الطيبي ما غيلقاش الامور اللي غادي تحفزوا، الطرق مهترئه اللي غتحفزوا حقا باش انفيستي فلوسو في جامعه سيدي الطيبي. كتقول شي واحد اجي انفيستي في سيدي الطيبي تيقول لك مالي حمق. وهذا الشيء نتيجه ماذا؟ التصرفات الحمقاء ولا مسؤوله ديال المسؤولين. واش الرئيس اللي يتكلم مع الاعضاء ديالو يقول لهم خاصكم العمود؟ واش هذا هو النقاش السياسي؟ واش المجلس اللي كيتشكل بواحد الطريقه ديال انا بغيت غير الاعداد ما بغيتش الكفاءه في الوقت اللي مع كامل الاسف ابناء وبنات جامعه سيدي الطيبي اليوم كيأديو الضريبه ديالاش ديال التكالب، وتسمح للمشاهدين هذا المصطلح هذا ديال التكالب، ارباب انا ومن بعدي الطوفان. وهذا الشيء اليوم خاصنا نقطعوا معاه، نبداو صحه جديده. ملي كنقول نبداو صحه لا يعني اننا نحبسوا برابط المسؤوليه بالمحاسبه، لان هذا مشروع ملكي ما عطانا حتى واحد وما يسيس به حتى واحد. هذا مشروع جلاله الملك حفظه الله اراد لنا مدينه نموذجيه، واتمنى الرساله ان تصل الى من يوم الامر لتضافر الجهود لربح ما اهدر من الزمن. شنو تطالب على هادو اللي تعتقلوا دابا بعجاله؟ انا ما يمكنش نتكلم في هذا الشيء حفاظا على 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 زعما المسؤوليه الاخلاقيه. القضاء اكيد احنا الحمد لله نؤمن دولة مؤسسات ما بقاش ذاك الزمان ديال فلان وعلان. في عهد جلاله الملك محمد السادس والسهر ديالو على المساواه ديال الرعايه ديالو، كلنا سواسية امام القانون. السلام عليكم. شباب اجي انت يعني عضو كتب على فكره مشات لي الاسم ديالك احمد شبيكي. احمد شبيكي هذا اول واحد فجينا سي الطيبي فجر معنا هاته القنبله، فجر معنا وهضر على هذا الفيديو. هما تعتقلوا اليوم تم الاعتقال ديالو كما قلنا. السلام عليكم، معكم احمد شبيكي عضو مستشار بالهيئه المغربيه لحمايه المواطنه والمال العام بجهه الرباط صلاة القنيطره. اكيد اخي الكلمه قالها القضاء اليوم، احنا ما كناش الراعين كما سبق لي تذكرت معكم، ما كناش الراعين في الملف اننا نعطيو الكلمه ديالنا امام القضاء. القضاء عندنا الحمد لله شريف ونزيه في البلاد، وكنفتخروا به وكنفتخروا بالمؤسسات الملكيه ديالنا. احنا ماشي عندنا السيبه ولا شي حاجه، احنا عندنا القانون في البلاد ديالنا، قانون اللي هو شريف نزيه كما سبق لي ذكرتكم. ندين ونستنكر بشده هذا العمل الاجرامي، ما خصوش يكون في الجماعه هذه. يعني راه تنستنكروا انه رئيس يشد يتلقى الرشاوي ب 1000 درهم وب 500 درهم وب 200 درهم، راه من العيب والعار لا يشرفنا كما سبق لي ذكرتكم. الى اكيد غادي يكون بحث معمق في الملف، وغادي نواكبوا هذا الحدث هذا ان شاء الله. والهيئه المغربيه ان شاء الله بالتنسيق مع السيد الرئيس الجهوي السيد رئيس السيد خيره والسيد الامين العام السي عبد الجبار فطيش، ناقشنا
الملف في حوار ان شاء الله وداولنا الملف باش ان شاء الله غادي ان شاء الله الملف غادي نواكبوا الملف عن كتب في المحكمه ان شاء الله وغادي ندخلوا المحكمه ان شاء الله وغادي حتى الهيئه المغربيه ان شاء الله غتدخل على الخط وغتقول الكلمه ديالها في هذا الملف هذا لان السي الطيبي طال الامد ديالو بزاف منذ 2005 2015 عرف مشروع ملكي يعني اللي جاء صاحب الجلاله نصره الله وايده وشفاه وعافاه يعني اعطى واحد الانطلاقه ديال اعاده الهيكله مع الاسف تعرض لاختلالات كبيره يعني ما تمش اعاده الهيكله ديال هذا الملف ونحن نطالب بتسريع ملف اعاده الهيكله ونطالب من السيد وزير الداخليه بارسال لجنه تقصي الحقائق يعني راه طال الامد يعني السي الطيبي خاص يعني نعيشوا بدون ماء واد حار يعني بدون ماء بدون كهرباء يعني انعدام حقوق الانسان داخل انعدام حقوق الانسان داخل هذه المدينه المهمشه اللي هي كتعرف استراتيجيه مهمه عندها ما بين بنقلاد وما بين مدينه القنيطره راه ما خصهاش هذا الشيء ما خصوش يكون بتاتا السي الطيبي وبغينا ان شاء الله يكون شي رئيس ان شاء الله اللي يكون في المستوى المطلوب ويحسن بهذه المدينه ويجيب مشاريع لهذه المدينه وتزيد القدام وحنا خارجين الاعلام غنقولوا الكلمه ديالنا ابا من ابا وشاء من شاء غنقولوا الكلمه ديالنا اكيد القضاء غادي يقول الكلمه ديالو وغنعطيو الوجه ديال الراي ديالنا واللي ما عجبتوش الكلمه ديالنا راه الحمد لله كاين منابر اعلاميه يعطي الراي ديالو بغينا المناضلين والمناضلات والحقوقيين والحقوقيات يخرجوا للمنابر الاعلاميه ويعبروا على الراي ديالهم باش تحسن هذه المدينه راه مهمشه كما سبق لي ذكرتكم في اللايف الاخر راه حنا ما بقيناش قادرين نعيشوا بها يعني راه حنا بغينا واحد ربعه الشركات يتحطوا البناء العشوائي كيتكاثر بكثره الناس ما كيخوضوش ما كيحصلوش على الوثائق ديالهم يعني مع الاسف الشديد كنجي لهنا للجماعه ديالنا ما بقيتش قادر نجي يعني الانسان شهادات الهدم كتعطل عليه مده 3 شهور 4 شهور يعني ابتزاز هذا يعني شهادات الهدم كتعطى اثناء الهدم وبغينا يكونوا قرعه يعني اثناء هاد الناس هادو كما كيديروا في بلايص اخرين كتكون القرعه هاد الناس هادو ملي غادي نعطيوهم القاعه ديالهم تكون قرعه ما يكونش هذا الرشاوي هذا هو السبب وسبق لي ذكرتها في لايفات خاصها تكون قرعه لهاد الناس مستفيدين خاص يخوضوا تكون قرعه نزيهه وشفافه امام السيد الباشا يعني راه جاي تا هو محمد باغي يخدم المنطقه ان شاء الله نتعاونوا معاه ويدير القرعه لهاد الناس هادو ما يخليش الناس انهم يتسمصروا في القاعي راه كاين تسمصير في البقاعي كاين تسمصير في شواهد السكنه كاين تسمصير في شواهد الهدم الناس مهضومه الحقوق ديالهم مع الاسف الشديد يا اخي الكريم وانا خارج عبر المنابر تنقولها راه تنستنكر وكندير بشده يعني راه حاله يرثى لها السي الطيبي راه ما خصش الشيء يكون في هذه المدينه الحبيبه وحنا كمناضلين وكحقوقيين غنقولوا الكلمه ديالنا اليوم وغدا ان شاء الله وابا من ابا وشاء من شاء وخارجين عبر المنابر الاعلاميه وخاص الطيبي يزيد القدام ولا كان شي سؤال تفضل وراه جميع المواضيع ربما سبق تكلموا فيها الزملاء والسلام عليكم وتحياتي لكم والسلام عليكم مشاهدينا الكرام على قناه الشعب قناه شوف تي في من امام جماعه السي الطيبي اللي تعتقل فيها الرئيس وايضا النائب ديالو بتهمه ديال انهم الرشوه داو الرشوه الحمد لله ان عندنا قضاء نزيه في هذه البلاد عندنا كل المواطنين من الفوق لتحت كاملين سواسيه كاسنان المشط مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر قناه الشعب بدون مساحيق جميل بدون مكياج وبدون لغه الخشب دائما من قلب الميدان من قلب الحدث السلام عليكم.